الحمد لله، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نحمده سبحانه أن هدانا للإسلام وجعلنا بفضله ورحمته من أمة خير الأنام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا. اللهم إنه لا حول ولا قوة إلا بك، لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نسألك بميسور الأمور كلها، ونعوذ بك من معسورها. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. إخواني، الله يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى. وحان سوني من ذلك إن ربي الحسن سبحانه وتعالى، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو أحق من ذكر. إذ هدي لحسيه كان أحق نمبضا وربي جل جلاله. بحايا لي ربي جل جلاله وكان أبو ري إنه ونجرين إنه ونكضل بن أو أنه ويدي سنين إنه وحقه وأنه ري أقول هين إي سنجرين ربنا وكنا هيسيه وهي الدنيا ذا النكاني انتو سنكاني ننسي هجاجي لولك نوسي قبلي عرك نوسي سخفي بورها سميي قيدها سميي لولك سوين انت لك لبع شقوده تكو سمي بورها ايو خيراتك ايو بركاتك لبك لك عرارك إيا وحا كل دحجرة أولاً وأن لكو بكرين مني آذن أهان مركا ليلة إيسان أغان كرين علمي أي بني آذن كو هور مركستي تكلونوجيس كستي إيا تقدم كستي هيا شاني علمي أي أوليهين عرارك إيا وحا كسر ريا ودبيع بضلو بردقي وي وحا يوغيهين ودبيع وحا إيسان أغيني كما قان إيسان قرنين ومن علم الله أه وسيدة بدأوا كله تذكي حتى مكاشفات الغيب لسي غيب غيبيات كقاركود إلهي نبيدي يعني وتصي وهو نبي الله موسى عليه السلام يا نبي الله خضر سيدة جمهورته أي قبان إنه نبي هاوي كستو قدرت كقاركود إلهين عبد صالح وها مركي شيكدي دخدودا مرتي سوره الكهف وإلهي او نوغو خسي نبي الله موسى مرت سؤال لو ويديي قد كيا او علمي بدن سوون إلهي او نسبينين او علمي كان إلهي او نسبينين إلهي او باو سوون دهي و خيد انا او علمي بدن دي وين اولى موقتين اساس تحي لان النبي مركا جري وها marka arintaas lagu aananto waxa leen ka cilmi badan ba jira niniga cilmi badan ba jira marka waa inaan cilmigiisa raadsadaa buu yiraahdo doonta waa tii dabadeed meel loo tilmaamay halkaas aad ku heleysa marka waa meesha Ilaahay leeyahay fawajada isaga iyo gulaamkii Muusa (alayhi salaam) oo Saudi waxay heleen abdan min ibadina ataynahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma علمناه نجا برنيبا إله إليه من لدنا علم من لدنا ومن عندنا أن تكسب إيو برشي اللي هو قاعد يكرم حقنا أهيانو برني أو نسيني وعلم الغيب كبد يا مال بدن وغيبك وهذا الله سبحانه وشكله سيقول يقول عليهم دونتي أي وذا الراعين أو ولي بأي بريان ضدك ولهن نجاسية وتي أمرك بجبيه دونتي وهل سبع الجلين
تي نبي موسى ظاهر الشريعة إلى لني أكيد كوعناتي هي ما حد سدل ويا ليس ما دت كان أنا نوع إحسان فري إن قاضي بلا نول نقوق هذه بعد هذا الدون إيشين الدون تودي كبر بوريشو هري مرك هيشيس أكل الجلين نوسا وح سؤال يسوع موسى وسويدين وحيلهم فلي يا أبو يروح حيلهم فلي إلى أنا وأنكورنا وأذو وحبه يويدين وقت كيسن وهي موسى عليه السلام اللي ظاهر الشريعة ولا بربورنا يؤرك يعني مركا وحوي يري سلطان سكوجي يا ذو حبي ويد ما يفعل له هو يروح كرر نجلي تو كدرن بو مركز سمي المير أيوة بربوري وتلي كاو كاو المير أيوة كاو وابدلي به تنا كدرن يدو تنا دو أموس كروي أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا شيء مكرا أذف الحمضات والموسى سلطان سكوجي وحبي أن سويدين marka wixii hadana bal bal cudur daarisi midii ugu dambeeyay hadaan su'aal dambe kula imaado waa kala tagaynaay markii dambana waatay meel gidaarsi ta qolo u yimaadeen horta martii soor way diisteen qoladii qolo xuno bu khalayayeen waa u diideen waxaanay baa su'aal gidaarsi dhacay bu toosiyo oo maxaa nimanka ugu xishan falaysa gidaar kugu toosinaysa asayay shida manca ka qaadatay ilaa iyo uga wano diide inay na suriyeeyaan ya قال لو اتخذت فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا أجر مثقوق هذا الليل لأن يقبو أن ديدنين إنما ارتقليان مركا خضر وكي كوير عليه السلام بس واي ونور دماتي تاسا يسوك إن دبيسي صدح هذه القصة وقوه الرمي إنو بأمر الله وكسمي دون تان علمك إلهي وحا هرتو ذاها لن ماركتي ظالمه قال أو وحال لو حي دونه سليمة حوجا يو خصب قاضناي لكن هدي جمانتها إسكندر عفايه مركو وحي جمان ولا إسكندر يا أو ساسو كله ساسها كنتي تنقلنا المهنة ساسا أخر بني لبديس أبو صالحين في علم الله وحائن ونقدون من طغيانه كافره مجرمة سيدنا أصلا أخر بني لبدو والدنا أخر بني في علم الله بساس كهلي تنقلنا لبابا لبدو والدة صالحينها وكان أبوهما صالحا أبوه بصالحة ساسان ماركتي جدار دلوسي سوحوي وجري مالك أن ماركتي أن أودر يالي وحن سمينا وما فعلته عن أمري دا إلهي بك ورمه جل جلاله وما فعلته عن أمري مخضري وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا وكم نبي عليه الصلاة والسلام شيري رحم الله موسى هدو حوغي نو صبر لها علوم فربضان ما نماشا كهي للهينو هو غيبيات كاكوس حبسان وحن وجه ذي مارك أو قصده هذا هل كان إلى قش نبي موسى عليه السلام هي خضر عليهم السلام يجو دونتا إذا أسهرا بشمبر دونتي كوج كوستا كسو جوك سري شمبر بطة لحد هذا مركزه أفكي سام من قاركي سو لقى لي بطة طب دهنا نبي عيرو بيع أيوسا أصو خب سري مركز خضروه ويري موسى وعلم بعد هذا هاي أنا نقول هاي أنا موسى معناها ما هاي إنه كان جانب كسر كجع علمي بدين علمي بضرب بدين وأنو أنا قرنين أنا ونوحان قرن هي علم هذا هو قرنين لكن أنا كعلمي جا هي كهذا هدي اللي شو جايو أو في جنب علم الله لو بربر ديجو علمي جا إلهي لو بربر ديجو علمي جا هي كهذا وحنا قنا يا ربيع ذا يا ره بضع أنت هاي ره شين بركو وبدك قات أيو علمي جا هي كهذا وحنا قنا يا علمك إلهينا أن قارنا أن أنور أوجينا ذات أوجينا بضع بيها كهرباء وكلوي هذا موسى وهذا خضر عليه السلام جون يبون محيشين مرك حقي جو جوا يا تكلنو جكسته يهور مركسته يملك استولى صوفنتو يمكروسكوب كاستولى فرو ما لبوا حد مغليشة وحال له لي حدك بان له لي ولي أن لهنينو أو أنت هسو مليون أو جور كبسي وين قرحتي أنت هسو مليون أو جور كل كبسي وينه وحير الدكتور دكتور أحمد مغلشة ما يبيت كلام ولا سهل وليهم بسيوا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سماذا أنت عليك وحاسو علمي وحاسو أبود إلهي وكلهج خلقها رب العالمين وحقو أبو رفيه يومين لببري كريه لبعشو بس بإلهي كسمين
دولك يا عركة لح مالموت. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب وحي جواب كتهي لمن إلهي آذ وقف أذكى ولقود بإلى يومنا هذا ويهودي وحي استاهلان الله متيه لمن كاس أي وحي لهن إلهي مالنتي أحد ولوك يا عركة أبويتان كي سب الله بي مالنتي جمعة وكرنا ومايستري لحدا بري مالنتي سبت أهيدنا لبكي سو قاري وكنا استيبعد يعني إلهي لب سو قاري ومالنتي سبت ذا أو نستي بي شيئين مركا إلهي وجواب يا وحليهي ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما وحنكو أبوري في ستة أيام لحبري قدود وما مسنا نمتابا من لغوب من تعب تعب نمتابا واحد ما تقول لسو قاري هلك مجران علو بذروا واكو النوشي قوحي يعني لأن حتى لحذا بري سمينتو ذا وترتيب تا خلق إلهي كبري ما المهنا كسمي اسمي وحرن أننا أبين با إلهي وجه ذي ما هنا الله جل جلاله كن بو كل شيء كسمية شيء قدونه كن أهو أي أرون ياو هروك أهانيا ثم استوى إلى السماء وهي دخان سمد يوحى كجر لنا وذقيقون با إلهي وحوير فقال لها وحكويري وللأرض إيتيا كاليا سيدان الرب أنا وكالي طبعا وكران إذن كو أقول إذن كو دي أما دي أما أقول هذا لكن إلا وإلا ما كالي قالت وحيد هنا تيناه طائعين أنه طائعين أيان ويال بركة ربي جل جلاله لبك سوغاري كرام حويعي قادر على كل شيء شيء لما تسكي أبو ريوي سوغن جنكي أحيسي وي مركة أحق من ذكرا كوذي هو الله وكنوسي سبيه كون كان يقولي قوي لن قولي قربت لها قولي قولي قربت كسي لها هي قربت كسي ساعة تاولي لكن لولك يعيركو قولي وين بيكوي خلق يقول لنا قولي بيكوي وجعلنا سماء سقفا محفوظة ما البناء أنا مركة ديستاكتو عيركا واحد أركيسا ما شاس يقولكو إنه ما لسك قبصانية واحد قبصانية أنا مجر هذه أمبالغوسة مينا سقف كون نقطة وهو ما لعب لهم أين النقنين قل يكون قتال وقتل قريبوي حقيقة قل يا عرق إسك قفصنا المجر ما لا سعطها القتزلت لكن هذا استاكت واحد أركيسا سمدي واسي اللي عطا قل كيبا ما لك قبطي ما البنى هذا استاكت أما بدي استاكتو ما لإسك قبط وأذي نظر كاقواي هي إله كوم وجرية وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وبقدرة الله تبارك وتعالى مرك ربكين للك يا عرك النوس يا أبوري أقوادي يا خيراتك يا بركاتك أنو كنا ولان لهين للك هري وس يا أبوري كدي بأنو وقتي قرن مين لكن وقتي أم بإلهي مشي أديسي كل عذي جنسي مخلوقاتك سكمدو أو بشر ليلة بني آدم ليلة آدم عليه السلام أولادي سيا بإلهي مشي أديسي كل عذي وكل جنا فرع كنا هاي واحد ضد الدون كم بنت جوجة مذا بكستهيشين سكستها هذين وحي سيدونا هالنقدين كل جود أبيه هو يكريه وقبل يا أيها الناس ضدوا اتقوا ربكم الذي كي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء آدم بإله أبوري آدم بإله وحكسي أبوري زوجتي حواء أمنا حواء عليها السلام أي إله فرفريه سكنه وكأبوري بقدرة الله تعالى إلهي وحضونا كي أبو رواي إنو إلهي بني آدم سمايو سبب أمم بحنا حتى بني آدم إنو سمايستو إنو سمايسمو سبب باجرته هذا ما أنتو لنها دانت إلهي إلهي من بريا إلهي وين إسي إلهي وين إسي أتاسا سبب تيري سومري يقول لقول يا بيوحل لقول إيه هذا إلهي وين دي سنيسي هورت بالسبب تي سمايسو وهورت بالقورسو سومات قنا رات بوسو تحاسي على تكذب سبب تي الله تماد إلهي وين ويدي سو سما لكن أريجي سبب تاسي كقيدي ساي كحري ساموي إلهي ما حد حد ما لا سعته إنه إلهي بني آدم سمي شرد ماها أبيه ويني كل من إنه إذا ساعة هاي واحد دليله آدم أبيه زهوى ما أبو لي أبا ملي هو ينا ملي أبا ملي هو ينا ملي نقول كاسا إلهي عيد كسوق هذا طب إذا نسوي طب إذا نكوي كن أهوى إلهي يري وأهذا آدم عليه السلام
هي أمنا حوانا وزوجتي سينا أبي هو يمنا ملك إله آدم كأبوري لف لف هذا كم لفيزة كم أي إله كأبوري ويش كسرعتي ولا أنت كدم بيسي سنة من سوانين الله سنة الله وهي ما هو إله غصب لكن سنة إله جذي واي نسل جبني آدم كأنه نهض التقاء يكل كدعة بين الذكر والأنثى سيد مخلوقات كقلبه أيهين حي جنس الحيوان ولا المركي لا تلمهم سيد ما لكن يدو سيد سقص وصعته أي إلهي سبحانه وتعالى في زمن من الأزمان وأن أدوسي فقين زمن كي نبي أن كهره أي إلهي مشي أدوسي وحكو الله عضي إنو بني آدم سميه هل هو يكا سميه إذن أبجري أبلا أن سميه واتقى الناس وما يوان عيسى عليه السلام عيسى عليه السلام ونبي نبي يدي أولو العزم لها شنتي نبي يدي أهو ويني إلهي أكتس أولو وان شبر نيت كم إذا عيسى عليه السلام بو إلهي مشي أديسي كل عضي إلو أبو رؤو كسمي ومريم عليه بدون أب أب الآن إلو كسمي ومريم با سيدة بوحي أحيد عليه السلام قف يعني إلهي سبحانه وتعالى دورته وخير بدن أو هو يديد أنيوتي هو يديد بقى يضع على وشك جرته وحي أنيوتي إن دينت إلهي أقوه وإن شقك لقبا رب إني نذرت لك ما في بطني محررا بيتري حرر أذى الدين هذا وأون وحكى لشقة كلا قدني بنكون يودي ويل بيمودي شيء اللي ويلش أنت بدن الدين تؤذى جري كبر بين نقطة ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضع وليش ذكرك الأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم كبر بين نقطة ويل بيمودي ولكن كما نقولن سيد إلهي ما ركت أي وجه بيسي بيكودي ستي أو مركا إلهي وحن كامل قليلا يا بيتري يدي يذري يدي ذبا يدي يذري يدي ذبا الشيطان الرجيم واتو النبي قل عليه الصلاة والسلام المرة شاء الم آدم أمجره إلا شيطان كوا جوجيا مركو نبناي على وش مركات كسوة بحذي جبوك السيارة عداودي شركة سيكب اللابط مركو وهر يسيبه وحكر أنتو سون فوق قارن جبوك يرسينا يا واقو دقينا يا مركو رام إلا مريم بيه ولد كذا مهي مريم يا ولدك يا إلهي سبحانه وتعالى كأقبلي هو يدي نيستي ومركا أيها ما أوصن تابني مركا مريم عليه السلام وساء وشاباء وشعب هذه ستا وأن الدنيا شغى كلهين ومحراب كذا كجرتا وربك سبحانه وتعالى كحلا أو إلهي آيات فربنا يا نفتر كذا وموجي يا ذو محراب كذا إيش كجوكت زكريا كري عليه السلام زكريا والنبي إلهي أها باء يعني كوري كورين تدلها أو كجور هي محراب كذا كجور هي وحوصو قلا يضو عن تعجيب له هي فواكه ذا فواكه أن زمن كذي أهين لأن فواكه هذا هو وقتها كلها لها قربة لها وقتها قبوبة هنا قربة لها وحوقو إمن هي فواكه أن زمن كبير لول كبجرين أو الأياب له أو أطال مريم أنا لك هذا حكيت كاش ومن عند الله إلهي أكتيش إلهي ما نسي سبحانه وتعالى إلهي ما نسي هل كاس سوء النبي من نبي أي هذا نوع حال كاس النقطي عبرة إن إلهي وقادر يهي على كل شيء قادر على كل شيء هنالك دعا زكريا ربه مرك مريم عليه السلام يضو الصداء هو أي مال أونسك ريرك يدي كي يربح ذي حق بري أبي يربح ذي يضو أسله أذكر سوحة جقودتين وابا كان بجبريل عليه السلام ونن رسمي نن إسكا صور لغي فتمثل لها بشرا سوية وإكبغضي إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا داد إلهي كبقيش إلهي من كاما قلي لأن خلوة ذي بغوصو قلي حاجة ذي ماشي كودنا يسي بغوصو قلي مركا إلهي داد كبغضي إنو يعني فرح مي إلهي من كاما قلي رحمن كاما مركا وحوي لأنو رسول إلهي صدري بانا لباتنا وموضو وحانا لإي صدري إنان غلام كسي لأهب لك في أكثر القراء وليهب لك في قراءة أبي عامر وقالون وغيره أنت آخر شيء رب إنو كوهي بي أما أنو أن كوهي بي بإذن الله تعالى ولد غلام أو شيء غلام كوهي لكرا أو ولد كوهي لكرا لنا إمانا قرشن ولنا إمانا تعبن بغينا ميهيو نعم ما لها سجر كذا لذا تؤوحن معنى هي سيبان ولد فوق هذا
مركب حيري كذلك قال ربك قال كذلك قال ربك إلهي باسد أيري هو علي هيب إلهي ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا شيء كذي كالعضي وابلوغا هل كي بإلمه كوحن بارتي ولمدوا وابسكو خلافينه ما إسلامركي بإلا شيء أو أنت إسلام قادي أو إسلامركي بإلا شيء بإيضا يوضا تريركي بصور نغطي مسيه سيدة ضدك كلا أمره بمارك تساقال بلود أي أور كذا لهاي أو أي شيء لبضو بوا محتمل ولكن ريركي دي أو أنكورهين ومبي مالي ويلكا أولا تمد ويليضا وضا تأ مركيبا سوء الظن أي هرمريان واحدهن ويعني يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية ما كان أبوك امرأة سوء وما كان لقد جئت شيئا امرأة شيئات واثق بل تمد أبها موسى نهين ننحن موسى نهين يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية هو إذا أنا بغي ما يسنا هينو ناقه نحن ما يسنا هيني مركي بوح أسود دك دقي إني مارك مركا واتي وإلهي ماركتي وأمر سيجي عن طريق الملائكة ويرى أذو هذا والو جواب يا أذو حبه جواب جواب هذا ولا جاه حبارية يا إلهي كهذا هذا السي مركا يرو موجا لكن وحلي مركا وتبتر هيك هذا وحاتنا وان صوم مره مانتا صوم كودنا وحوها صوم عندك كريم ما هي صوم كهذا الكلام وكل يعني محنا معلوم ليش هدنا ليش سو صار ما فعلنا هذا كان قبة تبريها لكن إلهي نقوم يبتلي إلهي نقوم يبتلي نبي قال لي أبو فلان نكاس ومركي أصل كيسهرة يهودي أها أي واحد اللي يروح إلهي أني يستي نكا إنه ننهرنا استاجن أو أن قرحة تاجنا له ما لك استنا سو منا له وصل هذلنا عندنا الله هذل مركي النبي يقول مروه إسك أمره هاي إسك هرصدو حلو يشلفنا هنا إسك هذلو سون كيسنا هذا ميستو سون كنا نو وأنت ذي عبدي يوم بس كنا وريش أبي حكي للجودين هذا إسك هذلو مش سون كذي يوم حكوا جري هذا مجري هذا الكون اللي جو جناه ما هذلش إني نذرت للرحمن صوما بيتي فلن أكلم اليوم إنسيا سأكون بالي مركي أي لحظين أو أي دمعين لي ورستان أو شيء كذا عجائب ترى أي ما ركت كول استان ما أين يظهر لي المهي يرى إنه يرى عيسى عليه السلام أي فرتكو في غضي مركزين المهني محون وطرية محون نوقبا كرا محون كجواب كرا فهو في المهدي صبية باكي إلهي كدواجير إني عبد الله قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا المهي يرى إن وقت نوه اللقاري أي إنه كهذا الشيء هذا اللي حكم بالله بإني عبد الله أدون إلهي بانا هل كاس إني عبد الله هذا الكي يقول ريي وعيسى عليه السلام يرابعه محا هل كالو غجي ذا وحا إلهي في علمه كجرتي إن إنبضا أي إمان دون تؤو إلهي كالغان دونا والعياذ بالله إن هذا الحن أي لا إمان دونا وفول حن هذا العرك يلولك يبوره أي لدمان وحويني لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرنا إلى دل الله عن عرارك وتنشق الأرض للك وكلا دنب المؤ أو بربر وتخر الجبال هدى بوره لن إلي وضى بربران محيساس ونقول الله أن دعوا للرحمن ولدا إن الرحمن كولد النسبية وإنهم وحبون على إله هذا الكاس فالحمدي سيع عليس كيس بركا بربري قاري أركبا بربري قاري بوريه وإبن نقول قاري بل هذا الكائن تولي قاري كبرت كلمة تخرج من أفواههم وتو إلى كتل مامي إلى يوم هذا ضد هذا الكيسيد بتاعه وصيف ربضا وكوان مالها للجب جوب أي كمدهين والله منزه إلهي وحب مردلو إلهي لمردلو هو الواحد الفرد الصمد لا إله إلا هو ولد ملأ والدنا ملأ صاحبنا ملأ لا إله إلا الله وحده لا شريك له
عيسى عليه السلام بين بيكو افترون يعني هذا بكي وهري ويروحوها إني عبد الله الدون إلهي بان آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا إلى آخر الآية توفيق ولا لأنها وفجي ربك جل جلاله وعظم سلطانه ولا إله غيره هو أحق من ذكر هذه عد لحسيو إسقى أي أبو أو ليس إلا حسو حايا لأنت أنا ما شفر لذا إنت أدوك ما أنت جوكتا كل جين وحان صومر لي مرحلة ضعفي هي مسكنة هي مساكين بانو هاي حايا لي سيك استبع هذا أهو منصب كستبع يالو موقال كستبع يالو ما شهد دون تهجوكتو العكتا دون تيالو مدير أهو وزير أهو ملك أهو وحا دون تهو سو مر ما إينا جرين هذا هاي عنوف حتى يجيك قال لا اسكم ما يروح او وسخ ها انا كان هذا اساسا انا اللي كنا اساسا هيدي كدي من محاد نقطي وانا كنا النقطي نوفتي ما هي شو بده شيء حنجري رديقه علاقه علاقه لو بخي وهي كل دغنت هي رحمك هويده يدون واخ كدجيا او لطفه الهي انا هين موي ايسن جري واخ كو هيانا ايسن جري مركا اديغا وين ee magaca leh muqaal kale ee mansab kale waxa ku soo martay si aan rabbiga hadda u iloobin waxa lagu xusuusinayaa hadalka marka laga hadlayo dad kale haw tagi sheekada kale iyo meel kale ilmo yar yar oo meel isbitaalada ku dhalanay la aaday adigu waa inaad xusuusata waxa ku soo martay mar aad ahayd xinjir yar oo dhig calaqaad ahay yaa ku ilaaliyay yaa ku xifaaday yaa in waahad ahayd urda waahad urda oo ahayd إلا هو يدا شو شعد كذا أذكر له عليه يا من شكو إلى لي شو ربي لما سجاكو إلى لي سجاكو حفدي السجا مركا يدا واحد ضبها هنتاي اللي أنت مية ضبها هنتاي أنا أذكر تاض ضبها هنتاي خلق جاء أنساء أهان ميسي الحين جرت أهان ميسي وحكى لي شو بدل دري دون تاي وح أضبها هنتاي يودن ربي جا باكو شيء يي مركا يدا مركا يا وحق لنا أنا حسوا سجا هو حق من ذكر حق من ذكرته هو لأن ما كان علاقة هاي سجى علاقة كأكو أبو رئيس سجى ركوي لالي هذا أنا ما حد شو بده شيء إن يروه لي بعد نقطة بعد العلاقة حد نقطتين إن يروه لي بعد مضغة على جت المامة مضغة وأنت هالمر لعن توجو كله إن يروه لي بعد هاي ياك هذا اللي بك الله ومع ذلك واكو إلى لي كبعدنا لفها جيبنا يقول هيك السمي هيكل كان أدوس ما يسنتها لفها هرمري لفها سائله سمي بعلم الله بوك سمي لفها مذا حاجة يقوى دامن كاجة يقوى مارته لقنت هذا يفعلها يلوها يقعمها بإلهي تاجي كبعدين هل بادو شيء إلهي كسيساري كبعد إسهام بإلهي دوش كسيساري علم فربذا أو أذوين هي خلق دقيقة أبو رتان دقيق وهو عجيب له وأنت سو ملايين أو شرايين أو حد الدق ويرير أو وحك لساري كرأي سجري aya ilaahay kugu dhaxabuuray abuuritaankaas uu ilaahay ku abuuray meeshu kugu abuuray mataqa saddex mugdi hoostood irbad ma sameyn karaan dadku iyagoo meel mugdi jooga ma sameyn karaan ma hayn maba arki karaan irbad meel cid ah diin ugu tuuro qol mugdi ayaa soo qaban kara ya allahu rabbul alamin saddex mugdi hoostood ayuu kugu abuuray oo kugu sawiray وخلقها كاملة يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث سدح مقدي هوستو ومقدي علوشة هي كان مشينك أن ارتميع يعني ومادة لزجة وحيدها انداد كان آد وصير لحق علي وحوغي لهي كبري حكولين مادة يدا بيها سئه من ارتع حدان علمه أين كوهي قارسانين من نولادين مادة يدا ومجدي يظن رحمك أو المجالين كنا ومجدي كله صدح لاس مجدي هوسط بينه كوسا وري أو كوسا مي أو خلق جاه تام كياله أو كامل كاره أو ده بدينا نفكشي له نفكشي وكنو لي هذا نفلي نقطو النولاتينا عن تادو بهن تهيا عن تكوكينه بريسي بس تملقو كرنا يا هدي اللي هو كريانا معونه سيد كعونه حقا لو سو مري ما كو الا من ربك كما الا بين
رزقي بكسيي قود بكسيي أديك أكو قلمة حضنت أفكار مركاوي مشقين أفكار ولي مشقين الكملي هي أفكار قنو مشقين ولي مرة نقاقر ما حضنت هي لها محوس كحري من دعيرك هو إذا أي أسكو حري هل كاسي واحد دون تيد عليسا هل كاسي إلهي كوسو مرنا سبحانه وتعالى وكو قودنا مدبن هل كاسا قود كابوها ما لقى شقش تماد أقول لله جرودي ودم الله تجنا ماذا أقول الحق درب لقنا سبحانه ماذا أقول شو ما تجنا دكان لقلو على بلقز وجيب لي استنا ماذا أقول وحاسو نشقكم الله يا كقودي مكا شرب جما هو ربك الرب وكلمة عظيمة وكلمة كم معانا أسماء ذا إله أنت كلورن يذا كم معانا صراحة أنا دارت هذا الشيء لأنها وحي على قلة لذهي تربية ذا على قلة لذهي هو ربك ولذلك صلاة أنت بدن وحد إلهي كل خطاب يسار ربوبية الحمد لله رب العالمين بعد ذا أذيك ربي بكويه عالمين تا أدونك جوبون ونلاش كل وذاقنا ربي بقوذي واحد أركت واحد أركب هذه واحد أركت وحكم بذدي حيوانات كنيو كذا شبر تاير هذا أوفير سطو وديابس شيء أولو شيء مر كذا أركت وديابس هذا كون في المانتن وثائقية اللي رأي علمي سنة صدوا ما مكرنش حيوانات كي شبرها يبضعي والله والله يا أبو حنا نمك وحا صدوا بي هذانا أن ربي قد سجودين أن لا إله إلا الله له وأرن عجيب له وحي كسي فوانا يا إلهي قدرنا وكسي بضانيس ويا بيسا مركا أي صدوا بان سيدة أيوة بل شنبرتا يا بري قرس اللوردس يا إنجينير نبدا حقيقة براتي اللي قرقا إلينا السيسو إنجينير دي أدوك هلا يا سيقول له سيسو هل كان سيتبع إيسا وحاسا سوق بصر إيسا على مها سيدي لهاس واسكو يد قولي وحيد لسا إيسا سميكة وقوية والروبك يدبيشو إيسا قليل أو أذك أنا وانا أركي ما غنينا دي لعركتين إنكاري قدها هذا فرت قليشو ليش يكدو ليشو كرما الباب كرما هوسو كدو ليشو هذا فرت قليشو حدو تقيسا فراش فراش كاقادي أدكو سيحاتو كجل عسن فراش جل عسن وفريش كذا ما عاد بهلا الشيء ذا كان جل عسن بيكوكو قشين يا مالك كان دماغ المهم ريش وعم تقيسا فراش جل عسن ولينا دو تقي يا أرنت أصفري يا سمي يا بري حقيقة براتي سو هو رب العالمين سو أذيك كو تربية أيوة أنا لو تربية علمها كيف تحي سيدوك أنه لا لك ولما مركز مركز لغاقس الشيك يعلمي هذا الله يا بيسا قيدها مركز أي قرية كنا جنيس أصفول الشجرة كما سميس يعني الشجرة ذا قيدك جريدي سكر كرو مسكو سو قاري كرو قسمين ميس لا مهاس فوق فوق ماركتي يهدو مسكو هذا وكرد عيب هل كان سيكون الجنيس مركزا وح قوين كرا وح أكتيس إبن كرا يسجر يا برا علمي غاس إلا الله شمبرها قاركود وضلا يا بيسا وحا يسمينا يعني وحا يسوق قادنا يعني وحا يجرى حشرات وحا يجرى هبين كي نورة يا يقان باديها مكو أركتين باديها ذاتك إنا تبعي ها وحا يجرى حشرة دون شوء النورة يسجر تفتين بحنيس يا هذا كاره مرنا سوا كاره بالدان والتاس ذلك بديها آذ وأركي أنا جوا أركي بديها وأنت جوا أركي وعرين عجيب لوي هذه واحد قصة ما يسني يسمى له زمر شنبرها قاركو أنت جوا سوق قبتان أي واحد سكو 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 دران أي إفتين نلبي كدك تها بيك عشان لو إفتين ماي مرة بتبوك ديني خلونا نلكاسي كجريت يا بيك عشان إفتين واحد فمن علمها هو رب العالمين رب العالمين هو رب العالمين الحمد لله رب العالمين بعد كاب الله مركات ركوع دلنا محاضرا سبحان ربي العظيم بادر سبحان ربي ربي جاي ربي جاي بادر نيسا العظيم يا ويلا بتنزيه مضر مركات كعاد سمع الله لمن حمد معك عجل ربنا ولك الحمد مركات سجود لنا محاضرا سبحان ربي الأعلى مركز كشو كعدنا محاضرة ربي اغفر لي أنت إلهي وشو قال كرتا محل وقال وين لأن الربوبية لها معنى خاص بأذى كوتاي أن تربية هذا خصيصة إلهي با تربية هذا سرنت عليه دتك كلودن وإشك يعني مجاز وين أبها يهودا بدتك وشو حيقول
markaad calaqa ahayd waxba kuumay qaban karin. Xaloosha hooyada markaad ka soo baxdayna wixii ugu horreeyey ay dadku ay kugu bilaabeen waa maxay? Inay xididkaase gooyaan, xididka waa la goynaya. Xididkii ama uu kuu soo marayay raashinku waa lagaa gooyay. Raashinkiina reerka maalintaas bariis iyo basti iyo hilib ay samaysteen ma cuni karti, ilkama ma lihid. Rabbigaa ma ku iloobay marka? Maxaa dhacay marka? Sheega dee waa taqaanaan maxaa dhacay ya? Canaa ku yimid soo ma canaha shalay hooyada miy waday. Maxaa isku beegay soo bixidaada adiga iyo canaha imaatinkooda? Soo tarbiya ma soo ilaahay inuu ku tarbiyay ma ya? Hadda maanta haddaad ku kadsoon tahay shaqa meelaan ka shaqaysta ay derbi aan lacag kale soo booda, maalinta ayaa ku quudiyay. War allihii berigaa ku quudiyay unbaa risqigaagana maanta hay. Arraziqu man in allaha huwa arrazaaqu bilquwati almatiin. Quwati almatiin subxaana. Caanihii hooyada markay ilmo yar ahayd ama gabar yar ahayd ama gaashaanti ahayd ama kada ahayd ama uur lahayd caanaha ma jirin. Caanahaas waxay soo baxeen marka adiga soo baxday. Caanihii ha soo baxeene meeshaas caanaha sida looga soo baxsado waa camaliya adag waaye, mase arrin sahla ma aha. adigiina waxaad soo dhalatay adun waxba kale ogeyn. wallahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shay aaba rabbiga leeya laa taclamuuna shayna ma taqaan. wax alla waxaad ogtahay male soomaali ma taqaan, af ingiriis warkiisi ba jooji oga seed ku sheegan waa gaajaysnahay, waa gaajaysnahay, caanaha laysiiyo seed ku oran ya ma dhooran kartid. wuxuu ku baray rabbiga inaad ooydo. ah markaad ooydo wallahi waa gaajaysan yahay hooyadiina waa garanaysa inaad gaajaysan tahay. hay see lagu siinaa canihi? dadka adduunka jooga oo dhan hadday isu tagaan inay ku baraan halkaas waa la nuugaa, caanaha lagala soo baxa ma awoodi kara ya. quruumaha midoobay soo ma jiraan kuwa leydaa? quruumaha midoobay iyo kuwa kala tegay hadday isu tagaan inay ilmo yar ay baraan meeshaas caanaha ka muudmuudso kala soo bax ma awoodi karaan? haddii waxay wasaa'ilu atawaasul waaba go-an tahayba ayaguna waxba kuma sheegi karaan, adigina waxba ma fahmi kartid soo ma kara. wasaa'ilu itisaal maba jiraba, si wax loo maba lagu fahansiin karaa. marka yaa ku baray halkaa inaa caano kala soo baxo? allahu rabbi lcaalamin isagaa ku baray, waa rabbiga. fahuwa aladii rabbaak, caanihii buu ku siiyey, meeshaasuu kuu sakhiray, wuu ku fahansiiyey in meeshan caano laga muudmuudsado, wax kale kuuma qalme, ilka ma aad lihid oo uma baahnid, ilka hadaad lahan lahayd hooyada baad dhibi lahayd soo maad garano, markaa ilka uma baahnid, naa raashin waaweyn laguguma talagelin. shay-an fa shay-an waad kortay, dadku wax ku korayay hilib kugu soo daadanaya ma arkaan, laakiin waa koraysa, waad kobcaysa. maalintii ilaahay ogaaday caana hooyada inaad kasii kaaftoomayso oo hadda aad ka maaragtay aadan aada ka maarmayso, ilaahay ilku kuu soo saaray, ilka aan horay u jirin oo jinsi gaara ah oo jirkaaga aan ka mid ahayn oo wax lagu qiyaasiyo waxa ayhiin ay jirin baa ilaahay kuu soo saaray oo yacni qaybo ka dhigay. qayb waa sida seefto kale, thanaaya baa leeyda waxba lagu goosta, hilibkii alaabta iyo lagu goosta soomaad gaa waa thanaaya iyo kuwa lalama qaybna waa micida weeyaano waa alanyaab baa leeyda waxba lagu jabiya, haddaad wax la jabinaysa iyo haddaad dagaalamaysa iyo aad isticmaalaysa waa mudac bay leeyihiin. qaybna waa adraasta oo waa gawsoho raashinka in lagu ridqo baa ilaahay ugu talagalay. aqsaamta ayaa sameeyey huwa rabbulcaalamiin, qayb walba meesha ay ku haboon tahay baa ilaahay u sameeyey. cuntada adugu markaad cunayso way kuu macan tahay, laakiin fii nadari naas dadka banaanka jooga waa bashic, waa arrin foolxun. lidalika ilaahay gawsaha meeshan kore ma keeni, gawsaha meeshan kore intuu keenay dadka hortiisa ee uu kuu qariyo xaggaa hoose waa gawsihii raashinka aad ku ridqi lahayd, ilaah meel asturan buu geeyey. hadda intaasoo dhanna waxaa u dhexeeya carab baa u dhexeeya lisaan layda oo jilicsano ma garanaysaa oo ammaan dhexdooda ka dhexeeyo aan wax, kuwanina waa seefo oo kale, waa adagyihiin, waa khatar. laakiin carabka iyo iyagii miyay isdagaalaan? marmar un gaf unu dhaca maahayna ya isma dagaalaan ma jirto subxaana. haddana ti waa iska cunaysaa oo raashinka waa ku raaxaysaa, waxaad ogtahay male tartiibta ayaa kuu sameeyey rabbulcaalamiin huwa aladii rabbaak. maalintii ilkaha uu kuu soo saaray aalatu madqi acaamna uu ku siiyey, haddana cuntadii isagaa ku siiyey. ha u malaynin hadda waa weynaatay, caanihii hooyada iyo uma baahnid,
marka dadka iyaga raashin iyo dadku raashin kuma hayaan raashin ilaahay cuntada ilaahay baa siiyay cuntada ilaahay baa sameeyay adduunka dadka joogo dhan maanta hadday isu tahaan xabad bariis ma samayn karaan xabad mazaka ma samayn karaan taa ma la soconaa ma isku waafaqsannay mise waa sidiidanna ma isku waafaqsannay anigu mar badanaan arintaa ku celceliyey waa weydiiyey wax diidana ma arkin xataa dadkan oo gaalada ahoo aan muslimiinta ahayn waa weydiiyey kulligood isku waafaqsan yihiin dadkao dhan hadday isu tagaan xabad bariis inayna samayn karin xaba waaxida hal xabo mazaka ma hal xabo galleya ma samayn karaan haruur yar ma samayn karaan faakiha yar ma samayn karaan xabad muuse ma samayn karaan idan raashinka yaa sameeyey allah fahuwa rabbuka aladii rabbaak markaad yarayd baad u baahnayd intaadan abuuritaankaaga intaan lagu abuurin baad u baahnayd markii calooshooyada ku jirtay waad u baahnayd oo rabbigaa waa isaga markaad kasoo baxdayna huwa rabbuka marka aad istiri aada dhaqaaqdeed oo xarakaad u baahatayna xarakada ilaahay baa ku waafajiyey maadan aqoon hadda maanta intayna meesha fadhidaa khaasatan kuwa yareer hadda uma jeedeen intayna meesha fadhida nin walba waa fadhiya oo si caadi isaga fadhiya laakiin ma la socotaa fadhiga aad fadhiisanayso inta bilowd ay qaadatay si aad u barato ma xusuusni ani waa niloobay idin kore waa iloobay laakiin reerkaaga haddii maalan hooyadaa iska hooyadaa weydii nafta maalintii fadhiga aad baratay maalin faraxay ahayd iyo reynrayn wiilkaygii maasha allah fadhi barad buu noqday baa layidhaa fadhi barad buu gaaray fadhigii buu bartay waad fariisatay ka bacdina markaad kac istiri waxaad ka bilowday inaad laabta ku soqo waad guurguuratay kacba istiro waa kuftay intaasoo dhan yaa ku hayay yaa kusoo tarbiyey lilaahi calaykum marka rabbigaasi miyuusan mutaysan in had iyo goor aad xusto oodan iloobin ood jeclaato jacayl ka badan yaa jeclaanaysaa man axaqu bixubik yaa ugu awlaysan hadda maanta aabbaha iyo hooyada maxay dadka kaleo dhan kaaga xaq badnaadeen dad kale haddaad isgaftaan ama isu timaadaan ama kale isdiidaan ma fii mushkila laakiin aabbaha iyo hooyada haddii aad ku xumaato waxa weeye waa arrin xun oo ummadahoo dhan ay isku waafaqeen inay arrin xun tahay caaq qofku hadduu noqdo allah naga koriyey aabihii hooyadii ku xumaado oo ama hadal xun ku yidhaaho haddii waa arrin fool xun maleesh lianna waxay ku ixsaan faleen mar aadan adigu waxba u tari karin mar aadan leeyahy waxba u tari karin waxaa leeyay nin baa kacbada hooyadiis intuu xambaaray kula dawaafayay hooyadiisoo da noqotay oo lafolafo noqotay buu intuu tunka saartay buu la dawaafay waana aragnaaba hadda marar badan marka hadda aan joogno maka dad badanoo hooyadooda xambaarsan ama aabihiio duqa xambaarsan marka ninkan uu ku dawaafay sacyigii buu soo mariyey waa faraxsan yahay nin sheekhu marka ku yiri ma u malaynaysaa inaan xaqii hooyaday aan gutay xaqii hooyada igu lahayd inaan gutay ma u malaynaysaa maadaama intaasoo dhan aan xambaarsanahay markaasuu yidhi maya waxaana maya kuu leeyahay buu yidhi iyadoo waxay ku xambaarsanayd iyadoo noloshaada jecel adiguse waxaad xambaarsan tahay adigoona ilaahay goormaad igu asturi doontaa adigood waa xambaarsan tahay iyadu markay ku xambaarsanayd cidna mayna ku lahayn ilmahayga xaqayga ma guti laakiin adu maanta inta yar markaad qaaday waxaad tiri hooyadii xaqeedii ma agutay marka isku mid ma noqonaysaan walidaalika hal aayad laguma hayo fi lghaalib yani ilaa qaliil oo ilaahay uu la dardaarmayo waalidiinta oo uu leeyahay awlaadiina u baarinimo fala liannahu dabiicaday ka mid tahay labada waalid ilaahay baa ku abuuray la socotaan ilmuhu marka ay dhashaan ay yar yihiin wada dhib socda walidaalika inta badan aabayaasha waa soo wada maray hadda meeshan dadka fadhiya badi aabu waa leeyahay inta badan waqtigaas waa isaga tagnaa sooma miskiintaas hooyadaas iyo ilmahaas baan isaga tagnaa guriga joogaanna waa ka tagnaa waqtiga isaga waqtiga aada ugu dhib badnayd weeye dheef ma lihid waxaan dhibahayn ma lihid haddaan ilaahay raxmad una qalbiga hooyada uusan gelin in badan maalin kaste waxaa meelahan maaragtay qashin qubka sanduuqyada qashin qubka ilmo badan baa loogu tegilaa ilmo badan baa loogu tegilaa laakiin ilaahay maxaba iyo kalgacayn iyo xubbi cajiib leh baa ilaahay qalbigooda u geliyay marka waxaan ka wadaa waalidiinta xaqooda saasuu u noqday ilahay had iyo goor ula dardaarmaa insaanka an ishkur lii waliwaalidayka labada waalid wa bilwaalidayni ixsaana laakiin inta badan maba jirto mar uu ilaahay leeyahay abihii hooyadoo ilmaha u ixsaan fala lianna dabiicadeeday ka mid tahay
مرمرك قار كيس مركي ليس قب قبته والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين شيء كإسقاب شامر كي تبعضهم على لحظة حقوق ذي والمهن أولي لكن أنت بدن إلهي وحكوانيا دومريسة بل وكرجي بعد شكره إلهي مهنقة كان هو نسأل أسكله هو ربنا ربك حقيقي واسعه وحكو حجي الوالدين لأنه حيكو إحسان فلان يجون وحبك الرجيني نذي وحبك قبنا إنسان عن إصلاحه لو ما تقر مركا لذلك أحق من ذكر هو رب العالمين ولا للرب جن سين فجاري كرنا طريقه طريق أن رب جن أمرينه أن رب جن كجارينه أرده هيش أن كهرينه رب جن نقر على نقنايو وطريق واضحة أو موضة نبي جن نوت المامي حديث في قدسي جاءها إلهي أكسر روي إلهي بعله جل جلاله من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ولي أولي إذا كملة ولي جي جاء نك لعلبو أجو وحال كو إعلامي أو كو شعري أو كو ورجلي إن أنا أروح كل الدجالمي إلهي عدو الله الدجالمي ما سوى جو سنكرا مركا إلهي ولي جاسات كو قال إلهي طريق هذه ورب المامي وحويل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه أدون كيهو يمسو دوانين واسكما كي جعلي سينين شيء وأحب إلي مما افترضت عليه وحا أن كجعله وحا أن كفر ضيالي وأدون كي يمسو دواني مجروي بمعنى وحكا استوقت سميسه وحا كفي عن وكفض لبنان إلهي نكجعليه إنا دميست ارتوحو كفر ضيالي مثلا إلهي محن قفر ضياني مركز صلاة الليلة شن صلاة دوت سوما شن صلاة دوت شن تا صلاة دوت إنا لما يسترتو ود إيغا كد داشو ود وضوء ود إيركانتو ود إيخشوع ود آدي لاليسو أي إلهي كجعليها إنا تكون رك عمالنتي أو سنة أتوكتو شن تا صلاة دوت با إلهي أكتيس لغاك الجعليها هادا ثمين كاسو لن تاقناتو قيامو تاقناتو أو صلاة سبحات كسيحاتو دوقن دبالاتها إلهي أكتيس حن إلهك تيسى فضلك مليه حيال هبين كسولنا تقناته وحاك فضل بضن أدو صلاة سوى حسيفة عنه كذا بل نبي قواك النوشيق عليه الصلاة والسلام يري نكي صلاة عشاء جماعة كنت كذا لأن جماعة دواك من كمال الصلاة بكمت هذه النفتر كاقو إنا الدرين تدمان انت جماعة كنت كتي صلاة الجماعة كنت كتي إلي كاقفي عنته وكاق فضل بضن صلاة أتكلي أتو كتي اسكو مدمها شو مدو عشاء نكي جماعة كنت كذا بوي وعلم إذا نين هبين كنسكي سورة تاجنا فجر كنكي جماعة كتو كذا وعلم إذا هي نين هبين كسورة تاجنا في إله أكتيسة فرض كميش وكتاجي فرض كميش وكتاجي في مركا وحى أوه الرئياء إذا إله يقول دواني شو صلاة مرك الليلة وإن شنتا صلاة كامل وتو كذا شنتا صلاة شيء كامل لو نقول كران صدح شيء وإن صلاة كاستئس كإله لش salaad kaste saddex shay bay ka doonaysa inaad ilaaliso si ay kaamil kugu noqoto wa mid ka koobade wuduu eeda nabiga uu yiri alayhi salaatu wasalaam salaad wuduu eeda waxa loo jeeda isu diyaarinta salaad way sidii haday noqoto taharada haday noqoto istiqbaal qibla haday noqoto meeshii aad ku tukanaysaa taharada yani shuruutu sihhati salaa ordan wa ina allati maadid kaamil ka dhigti way sidaad weyn galab galab noqonin oo aad way sidaa ku dadaashid oo aad mar garanaysaa dhaaradii ku dadaashid oo dharka aad ku tukanaysid naftarkeeda aad ku dadaashid dhar fiican inay noqdaan oo wanaagsan inay noqdaan sida ay noqdo khudu zinatakum inda kulli masjid ba ilaha ilayh inaad maarta ilaahi baad hor istaagaysaa dadka marka u tagaysid dhar qurux badan xidhatid marka ilaahi hor tagaysidna wax dhuluf xidhatid ilaahi ma jecla dhaqka uu qurux badan ee uu wanaagsan ee aad jeclashahay inaad madax iyo madaxweynayaash ku qaabishid الله رب العالمين مقابل او اسعطرين وليبا مركا اسعطري سو اسو ودغونيسي سو امورها سو دن waxay kamid tahay tahsinu wudu as-sala ka wuduha talabadna wa arkanaha arkanteeda rukuuha arkanteeda law jeeda waa maxay in salaadi kaamil yeesho oo aad faatixad si wanaagsan u aqrido faatixad naftirkeeda dad badan waxa jira iska tukanay waligood aan saxin waligiis ma intu
يعني أنتوا صوبن دقي ما وصلوا إمر وداد مصلي ورني وبل يغفر فتعدا أن إلهي كعبوداي صلاة الركن من الأركان ما سحبا مسوى غلط ما بيش ودين هاي كمتها حالها غلط غلطات كواوين بيكمت دين تادي ركن يدي وي وين تسكها جسا فتعدا دي أقرن تادي وين صح نقطة اللي له بثور استغيسا هذا نا قيام كسي وناكسن ركوع دي سي وناكسن سي كاملة أرنت الصدحات مهم كأه أنت بدلنا أن إسكا قاعد بدحين نوا محي خشوعها صلاة خشوع عندنا يا عيسو وقلبي قاعد حاضر وهذا ومركات إلهي هو استأكتو أدو هو استأكتو أدو ربي هو تاجن هذا هو تاجن تاي رب العالمين بذ هو تاجن تاي جل جلاله وعظم سلطانه ولا إله غيره احترام كي يقبضنا تقدير هي تعظيم بلغا دوني رب العالمين بذ هو تاجن تاي مركوا إن الخشوع يا لتاوية وواحد أخري يشوا أذكرنا يشى ومعنى هذه أروح يشى إيش كأخري وعرفك كدريريو قلبي قاولنا ما لهش دك هذا أيه سوق قهور وري جمع مرك أريتها شو حكاية جمع هانته الدال هرتوا إني كم قنت وين دوات إن برضو إيش كتو كنا بعدين اسمه ويدنا من جمع قنتها من سماه ذات كي سلف الصالحين تها قاركود وحاكم جريبة لي مركو صلاة قالوا حتى هدي لو يدي كان قرب كتو كنا يكون وها قرن ما فهمه ما قرن كانوا لأن وكم غني هاي بعالم كانوا لنا وقلبي سوحة ضبولي عظمتي وينتي لا يبطبوش ها إمام الغزالي رحمه الله سوى أنت شيء محيي هلا يابن لأنه حنا رجني بوردت كأدونك مرمرك قاركود أي بقر رضا أي قابلة يان بقر مركو قابلة يو بلن للي أمير كيو بقر كيو مرك اللي ويديو كصوبه دي اللي ويديو اللي رامش هسيء وكيديو يا جوجي يو أمير كركو حرناء يو بقر كي ما قرن كرو لأن هي بدي يسيب قلبي يسمى ذوبين يسا وحمك له أقبل هي بدي يوقارك يتقديرك يحشمك أي قلبي يسيد دبولي ما بكره جرمه كان هو مخلوق بيقولي فكيف بالله عز وجل إلهي عظم ذي سي وينانتي سيف الكور نكي هرتاج خشوع وخضوع بهالقادوني مركا نبي وحويري عليه الصلاة والسلام يعني نكي وحويري حديثك صدح ذا شيقي نكي صلاة فرض ومكتوبة صدح ذا الشيء إلى ليه خشوع يا ركوع يا طهور كذا إلى ليه إلا كانت وحي نقطة صلاة كفارة لما قبلها من الذنوب وحل وحي ذنوبه وقالي بإله كفارة قد وقدها وذنب يسيبه كل عفا ولكن إنها تصدح ذا شيء إلى لسواء مركا وحل وجه ذا ولا ليال الطريق إلى الله طريق إلهي لورع كوحاء إن فرائض كأت كامل يشو كبعد محويري ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه أدونك مركز وفرائض كامل يالو كذب كمزول مدئي بطسرة نوافشة يسولن كأن واجب ككواهين وهدو اسكدى يأن دالع لورعين حتى أحبه إلى أن كجعل هذا بمعنى كو كيسان مايو وكل جوسن ما يفرائضي وحكرر سنة يا سنك صلاة هذه نقطة صنك هذه نقطة زكاة هذه نقطة زكاة مبالغ الربا لكن صدقات كلو فرب ضم بقول الله حيا شو ما تقرأ شيء كسوق واجبي وحلي وحلي هاي جنسي لسه أو نوافلة صلاة دي شنت صلاة كريمة قارب كهريسينة يا صلاة قارنا وكدم بيسينة يا قيام الليل بتوكل يا لبا يعني وحتوكل يا صلاة الضحى وحليلة هذا جدك إنسانك قف والبابا وحوك كوبين يهي لح صدح بقول يه لح ذن حبين والنبي عليه الصلاة والسلام حبين كست صدق على الربا صدح بقول يه لح ذن ما لبيح كرت ما لنكست ما بيح كرت لكن محاك كافنة والنبي عليه الصلاة والسلام ويجزئ من ذلك محاك كافنة ركعتان يركعهما من الضحى لبرك صلاة الضحى وتكذو أي واحد صدقك كافنة مركب حوجي إذا سنن كوك بتصنع يا إلى إلهي وكجعل هذا إله دوك جعل هذا فإذا أحببته أدان جعل هذا كنت وحنا هذا رب العالمين وحليه وحنا هذا سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولا إن سألني لأعطينه ولا إن استعاذني لأعيذنه ومرك كوباد إلهي حبناها قرنا وما لها إلهي لقى عبده إما لا إلهي لقى عاصيه ومقل كاغا هي أرقاغا هي أدي ماذا هذا اللغة هي قاعة محي نغضابا انت ما أنا أهادوير رب العالمين
علمادو waxay dhahayaan macnaheeda ilaahay wuxuu waafajiyaa xubnihiisoo dhan daacadiisu waafajiyaa xumaatadiisana waa xumaatadana waa ka ilaaliyaa bimacna aragaagi ilaahay baa kula jirayo waxba ma arkaysidba ma rabtid waxaan qaqaawaniyo waxaan kada iyo maba jec ilaahay baa ku naxsiinaya waay ilaahay baa ku naxsiinaya indhahagi waa ka laabanaysaa dhegihii waxun kuma dhegaysanaysid iyo muustika iyo heesi iyo balay baasi waxaas dad jecel yahay ilaahay waa ku naxsiinaya maba garab gacmahaagii waxun meel ma adaya lugahaagii meel xun uwaasu lugaynaya marka ilaahay saas cismada kuu siiyo ilaahay saa kuu ilaaliyo kadib maxaad noqonaysaa waxaad gaaraysaa darajat alwilaaya oo darajo waxaad gaaraysaa ah walaa in sa'alanii markaa hadduu waxay weydiisto la uctiyanna waa siinaya walain istacaadanii hadduu iga magangalan la uciidanna ilaahay waxaad weydiisatay markaa waa ku siin waxa la wuxuu doona ha noqdo waxa la wuxuu doona he ha noqdo waxaad ilaahay weydiisato waa ka helaysa horuu kaa siinaya ilaahay maanta inta badan waxaan u laanahay oo leenahay waa ducaysanaa wax lanagama aqbalo waa ducaysanaa khaladka xaggeenna waay وإلا إله أدومريس واجبه ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله إلهي واكو أجيبه هكو أجيبه هدنا إلهي وح عريلك مجر إلهي شيء وفضل أما شيء وأرق مجر كل شيء عند الله سهل وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا كل شيء سهل وإلهي يكتس وح إلهي كو أرق ملح مركا يقين بالله قبها يكو من قلبك هذا يقين ربه ay kasoo go-do inuu ilaahay kulli shay u qaadir yahay in allah calaa kulli shayin qadiir waxbaa adag iyo waxbaa sidan iyo waxbaa kana haddii arintaadu hadday dad gacantii ay ku jiraan dadkaasna waa sidooda ilaahay bay gacantiisa ugu jiraan ilaahay baa maamula iyagu ha ku maamuleen hadday rabaan waxaa ilaahay baa sii maamula iyaga waxba ma qaban karaan marka adigu markaad ilaahay barido xaajadaada iyaga sandullu qasab buu kaga dhigayaa inay arintoodii arintaad uga baahnayd ay ku siiyaan kumaba diidi karaanba haddii wax kusoo hujuumaanna oo lagu dulmiyana ilaahay baa ku magangelinaya nin baa wuxuu lahaa baqal buu lahaa baqasha sida taxigoo kale wuxuu ka dhigay waa ijaari jiray dadku ku qaadayaa min xaafad ilaa xaafad min magaalo ilaa magaalo arintaa sheekadaas ibnu kathiir baa sheegay raximahullah fii tafsiiri nin baa kasoo karaystay si uu soo socday buu wuxuu yidhi magaalo kale waxaa la yidhi warwarniyo waxaa iga doonaysa baqasha iyo wixii maalaha ay dusha saaran dusheeda saaran qaadoo iska kayda markaasuu yihi war doqniyo baqasha iyo wixii maalaha dusheeda saaran anaaba lehe taa waa dhammaatay inaan gudilo ma raba taa hadda iskuma haysano taas anaa yeeshay laakiin adigaan dilkaagan raba dhiigaga raba masaasaa war ilaahay ka cabsowaadiyd xul haddaba haddaad diiday inaad idisho mooye bal furso isii laba raka aan tukade laba rako aan tukade furso isii waayahay dhaqsana wuxuu yidhi markaan salaadii galay allahu akbar ahay oo faatixadii aan akhris jirayba faatixadiiba male faatixadiina waa laloobeyna nasiitu kulla shay carabkaygiiba faatixadii xataa waa qaban waay t waa gartiis nin hadda mindil lala ag taagan yahay hadda lagu dili laleeyahay muxuu kala garan faatixadiiba waa keeni waay xaaladaa marka aan ku sugnahay sida aan ahay ayaa ilaahay carabkayga aayaddan uu kusoo riday bu ilaahay baa uu siiyey bu yihi aayaddaas horu uu yaqiinay yaqiintiisuna midhaa dhab bay ahayd ilaahay baa aayadda waafajiyay aayadda waa fii suurat annaml amman yujiibu almudtara idaa dacaa wayakshifu suu wayajcalukum khulafaa alard ailaahum maca allah قليلا ما تذكرون أمن يجيب المضطر إذا دعاه كي كان مضطرقة مسكين كي نبتيسن كي أجيبي أو الله رب العالمين ويكشف السوح ما تذنب فيه هو الله كلمة دا آية دا مركي آن أغريب ويري والله مرمان آية دا سعرف كي كمرمان إلا خرج من فم الوادي فارس تقع في سوحة كسوة بحين فرس سارن oo waran wata oo dabadeedna laabta kagaba dhuftay ninkii dilayga kow dhulkaba nama lafdhicinba ninkii nama lafdhic waa dhintay markaasaan isku duubay buu yihi ninkii faariska ahaa waan irwiri billaahi calaykan kugu dhaariyey kumaa tahay kan ilaahay igu badbaadiyey markaasuu yidhi ana waxaan ahay anigu
عبد من يجيب المضطر إذا دعاه. سو أديك كان مجيب المضطر سو ما دوي ديسن أنا أنا أدوم كيسان هاي وأنا تجيب ولا قرن ماي مالا لبيرو كري إيه مالو كسعود ولا إن استعاذني لو عيدنا مركب ولا ليال وهذا الكلام وايد كله ريه إن بدنا وشي فردين أنت أنا إن بدنا وايد كسوضها وأجاي أرتب لكم بشارة إست أنت فردين إن شاء الله تعالى أجر بذ هليسين ملائكة ويدين دعيني خير نواد كجرتين أو نفتو خير كأنت بدن مجعلة ولكن واتقوق السبتين نفتي واتقوق السبتين خير كاستقوق السبتين أجر كذا لينهم خير كذا لينهم ما الكفي عنا ما بجرت بيوت الله يا ماشى ملائكة أجوكتي خير كإلهي لو حسين و وسوريا ذا ملائكة وين ويسوسو هبر وعتا هذه هذا لفظ يعسى أصحو ويسوي هرتا ويشوفوا تماما نبي هنوشيك عليه الصلاة والسلام قلت ملائك بدرس لها إذا أنت أكون بشارست قولي تلا بعض ولا ليال توفيق الله نوافجيه هذا كي يوسخ ختمية طاعة إلهي وقد ذاله ربي نسان قد وان لهي لأن يعني كل جين باهدين وإلى الله حاجو يمكن نورنا وبيد الله وحال لو حاد وباهن تهي إلهي بيك عن تسيك وجنه هرت تهوين ذواته تهوين ذواته كل جين نو البابا قلبي يسوى حكب حاجوي فرب بدن أو أن أحل اسم الولي ما تهم سما وما تهم سما حاجاتك يا هي حداد إلهي غير كيس أقول أمة ليسين هي كوهي كوهي ولا جا ماشى صدق الجلاليس لكن ما أنت إكاس هو قال أنا حاجة إذا وابي يد الله أسباب تهذن أتقاضته ربي جانا أذوب نيته لبرك أنت تكت وقتها مجيب دع وخير إلهي جاء دعاء أجيب إلهي وديسته إلهي حاجة هذا وفوق ذي إلهي حاجة هذا وفوق ذي بحسب يقينك يقين تعرف أنت أيتها بنا إلهي كوسينا مركينا أنت كود ذا عروتنا كتربين أنا عروتنا برا كان قوية كان وحشية كان بربارية إنه يهي الله ربهم عد بربارين كرتملة عد وحكلاسين كرتملة دولته وحمة تربية يا إنجليز وحوي تربينا حكومة تربينا تربية هذا ياهي ياكو بربارينه لا أبها ولا هويدا ولا إنجليش ولا مريكان ولا أي شيء كان كتربينه ياكو بربارينه يا إيكو إلى لنا يا إيه وح كستكوسينه يا هو الله ربك سرعنا جعلاته أو أنا كأبو الرحروت من الصغر شيكا لأي شيء نبى المه سير وحكو بربارين جري ومصر ماشوا وحوي إلى هذا يقول الله الله حبيبك حبيبي الله لمي سيارة بوح كبر برين هنا حبيبي الله كيان جعل وا الله وإن ما يرو مركي وقف برد كأها بوح كبر برين من حبيبك حبيبك هو كما الله حبيبي الله حبيبي الله تيبو كتربيه كتربيه نكهي بابو كوضي نكهي ويل كذلي أي جردي جرح باقبته أو شقدي لواي أو قرق ساحل يركي وحو أركا هذه يقول أبيه سو جرن أو دتك أي مريو مركي سي تجيان بحليين الله يشفيك الله كافي سبحان الله يريرو في دردي سليمة حويري كان يودي سنة يعني ليهن الله يشفيك وكما سو حبيبك يا جماعة الله ربي حبيبي سو ما ها أم حابه وعافين واي أنا وائنان ربي جاي حبيبك يا وائنان رسالة أدرس هذا ورغبة أدرس أنا هيك والله يا أبي عاف حويريش بكير إلا ولا ورغ يدير كلا إلى قر وراق أفر فر برد أه بوقري يا الله يا حبيبي أبهي وجريهي وأنا بعافسة وحير بوصدنا وأنا ديكيسة وقصد عليها هو يدي اسم أقانا وحي وجهدي مسيدة هيدي على كل حال وهي هبيت الواق وقينا يا بوصد رسالة إلى الله إلى هبيك سعطة رسالة إلى الله حبيبي من فلان ويلك يرى بوصدي وراق دي مركي أي خلدي بوصد أهلين وهلا ويناتي رسالة إليك الله كسعت حينهن أرنا كبه كرنا ما بل شر وينها لغط ولا شيء ولا غشر ولا رض ولا فري المير يروح على أركي فر المير على أركي ولا سورة قال يقول لأجادي ماشي كتب من العنوان كي بقول يلي قرقي بليم قرقي هذي اللي ينك كانوا جرن هي المهان ولا حاض قرت الله حبيبي بنو قرتينو أبه يعافي ماشي مركا أرت ما أنتي كوا حكتا جورنال كشيء كذي يا رسالة دي ويلكي لغو سوقر دولة دي يا أوقافتي يا وزارة دي انت وزارة دي انتين أرنت كبا فريسة نين أختر وين أو أختر له با مركو جورنال كأغريين
suuxiiba soo cararay oo ninkii jirnaa qaaday reerkiina isbitaalku geeyey islaantii wuxuu ku yahay yeelaysiin ninkan aniga insha allah daaweynaya ilaahay ba caafinaya laakiin anigaa daaweynaya halkan uu jiifaya dowladda hadday intimaado waxaa tidhaahaan doctor fulan waa la yaqaanaa cinwaankiisu halkaa wey cid igu iman kartaba male ninkana miskiin buu ahaa wuxuu dhakhtar ku tagaa muusan haysa dhakhtar cajaa'ib leh oo ayaa oo brevet oo khaas ah ayaaba la seexiyey sariirtii baa la seexiyey islaantii wixii dhan daawadiisii hawshiisii baa u bilaabatay dowladdii baa isku dhexdhacday wasaaraddii awqaaftaa lasoo diray waxaa la yidhi meeshan ilmaha wax loo qabtay waxaa la yidhi khalaas dhakhtar hebel baa arrintii la wareegay waxa kale idinku u qabanaysaan idinka waa ninkii alxamdulilah ilaahay waa caafiyey reerkii lacag bay ka dhargeen khayr badan bay ka dhargeen kulli maxay ku timid allah xabiibi xabiibu kaman allah saas buu ku tarbiyey huwa allah yafcalu maa yashaau biqudratii shay dhammaantiis qudradiis ilmaha marka arrimaha aanu ku barbaarino oo aan ku intay yar yihiin ha lagu ababiyo si ay ugu weynaadaan oo rabbigood ay jeclaadaan oo taacada iyo cibaadada iyo dugsi iyo qur-aanka yuusan wax lagu qasbaya noqonin waxay jecel yihiin ha noqdo taasna ilaahay baa laga helaa guryahan aan ku dadaalna insha allahu tacaala dumarka walaalaheen waxaan nabin leeyahay khayr badan baad haysaan yacnii xijaabka iyo asturaada aad dadkaad kula dhex jirtaan dadkan ghaafiliinta aad ku dhex maraysaan anigu waxaan qabaa inay tahay arrin aad iyo aada u weyn waa jihaad ficli ah oo aad idinku samaynaysaan leanna yacni wax afka laga sheegay ama masaajid la jooga makada bay ka duwan tahay wax ficlan aada u samaysood banaanka aada damarto waa arrin aad iyo aada u wanaagsan dhulka aada maraysaan iyo geedaha aada ag maraysaan oo dhan baa idin ducaynaya marka xijaabka ku dadaala oo khayrkaas ku dadaala ogowna insha allah inta aada muxajabada tahay ee aada asturan tahay ilaahay xifdigiisaad ku jirtaa laakiin waxaa muhima gabadha muxajabada ah ee iyadu cawladeeda asturtay ee isqarisay iyo wiilkan dadaalaya ee musalliga ah ee daacada ilaahay masaajidada yimid waxaad ogaataan shaydaanku cadow laduuda waaye insaan oo dhanna waa necab yahay laakiin idinkuu idinku necab yahay hana u qaadanina ibliiska iyo junuuddiisu in shaqadoodu ay tahay keliya inay dadka baadiyeeyaan qofka ay kari waayaan inay baadiyeeyaan jasadiyan inay u dhibaan bay isku dayayaan jin inay kuu dhibaan oo jinni iyo balaayo kugu soo diraan oo balaayo kaa dhex qaylayso way isku kaa dayayaan waanad aragteen baan umalayn in badanna waan arkay gabdho say iska caadi ahayd markay isxijaabtay waxunbaa kusoo degaya waxunba si bay noqonaysa maxaa marka lanooga baahan yahay taxasun baa lanooga baahan yahay xirsi waa inaad had iyo goor dhufays ku jirtaa cadowna u garataa shaydaanku inuu kuu yahay dikriga ilaahay laazim kalimat bismillah afkaagayna ka maqnaan guriga markaad gelayso markaad kasoo baxayso gaari markaad fuulayso ayi shay lannahu huwa yaraakum huwa waqabiiluhu min xayu laa tarawnahum midkuma aragtaan isagu waa idin arkaa laakiin iyagu maxay ku daboolmayaan oy ku indhabeynayaan markaad ilaahay xusta waa marka adkaarta aada maqasheen ee subaxii la akhrisanayo ee galabtii la akhrisanayo waxa weeye waxay ku yihiin xisni iyo ilaalo ayaa shaydaanka iyo junuuddiisa ay kaaga noqonayaan adaana cid kasta uga baahi badan nebiguna naga meel cidna nagama tegin wax kasta adkaar buu nagu sameeyey subaxii adkaar baad akhrisanaysaa fara badan oo ilaahay magangalka aada magangalaysaa galabtiina sidoo kale awqaada kala duwan xaajaadkaaga markaad gudanayso khaasatan musqusha markaad galayso iyo markaad kasoo baxayso markaad dhar dhiganayso intaba waa inaad ilaahay afka duxuskiisa afka carabka ku haysaa lianna ibliis iyo shaydaan marnaba kaa yani kuma daydaa had iyo goor marnaba kafla kaagama jiraan waxay isku dayayaan bar un inay ku haleelaan haddana waxaa ugu daran sida dadka mutakhasisiinta ay noo sheegeen waqtiyaha insaanku uu kafla galo ama uu janaabo yahay ama xaalata tahaara ay ka maqan tahay ama uu xanaaq fara badan ama argagixis badan ama fazac uu jiro meelahaasuu la haleelaa marka had iyo goor waa inaad intaas carabkaaga dikriga ilaahay aad ku haysid guriga waa inuu had iyo goor qur-aanka ka shidnaado waa inaan xalaqaad samaynaa oo malaa'igta aan isugu yeernaa leanna markaan guriga fadhiisanno oo qur-aan ku akhrisanayno axaadiista nebiga ku akhrisanayno malaa'ig baa soo galaysa shahaadintuna waa ka cararay tawfiiqda allahna waafajiyo sidaasaan isku waalinaynaa wabaaraka allahu fiikum wa akramakum allah wa jazaakum allahu khayran wassalaamu calaykum waraxmatullah